هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع إيه النهاردة؟ النهاردة إن شاء الله هيكون الطقس مائل للبرودة ليلا، وكمان في فترات الصباح الباكر مائل للحرارة فترات النهار على شمال البلاد، شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا دكتورة صباح الفل، طمنينا بقى على أخبار الجو النهاردة. صباح الفل على حضرتك أستاذ، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا ما زلنا بنشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض الجو، يعني هيعمل على سحب منخفضة متوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبالتالي هتحسسني بقيم درجات الحرارة المعتدلة أو الأجواء الخريفية، لأن كمان العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع إن هي تسجل شد مئوي، ده يعتبر انخفاض أو حول المعدلات الطبيعية لوقت داخل السنة. بالفعل الأجواء خريفية مائلة من حرارة فترات النهار، وتحسن تمام في نقطة الحرارة العظمى. ده طبعا معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية. حر في محافظات الصعيد دكتوره معلش انا بعتذر يعني، بس تقريبا الصوت فيه مشكله، فلو ممكن نغير بس مكاننا. طب صحيح احنا بنتكلم دلوقتي كده الصوت كويس؟ تمام. احنا بنتكلم على فترات الليل، كمان فترات الليل طبعا فيها مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره خاصه مع غياب اشعه الشمس. الانخفاض ده محسوس اكثر فترات الليل المتاخر اللي هي فتره الفجر وفتره الصبح بدري. اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه، وهنحسها اكثر كمان في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه او حتى المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان احنا احيانا في بعض الاماكن الصغرى فتره الليل تنخفض ل 15 و14 درجه مئويه في بعض الاماكن موجوده في شمال الصعيد، فبالتالي اجواء فتره الليل اصبحت اجواء منخفضه بشكل كبير. بالاضافه كمان طبعا الظاهره الجويه المؤثره معانا هي شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المحافظات المائيه، لكن هتظل شبوره مائيه خفيفه تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، مش هتاثر تماما على حركه المرور. اليوم كمان بتبدا معانا فرص الامطار في بعض الاماكن الحنايب والشلاتين، لكن هي امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم، مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يومية. بكره الخميس ان شاء الله نكمل معانا الاستقرار في الاحوال الجويه، لكن كميات الامطار كمان هتبدا تظهر في الاماكن الساحليه المطله على البحر او المتوسط، لان احنا طبعا يمكن من بدايه الاسبوع بنوه عن بدايه حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه من يوم الجمعه الجاي. يعني في يوم الجمعه الجاي هيكون في تعمق اكثر لمنخفض الجو الطبقات الجو العليا، فهيحصل سقوط امطار مؤثر في بعض الاماكن الشماليه او الساحل الاول المطله على البحر المتوسط، وكمان طبعا تقدم ببعض المحافظات الداخليه مع انخفاض في قيم درجات الحراره. فمهم جدا في الفتره دي نتابع النشرات الجويه عشان نعرف اماكن سقوط الامطار بشكل ادق، كميات الامطار بشكل ادق، وكمان طبعا نستني بالنا من نوعيه الملاحه. واحنا خلاص المفروض كلنا في فترات الليل متاخر او الصباح الباكر بدانا نرتدي الملابس الخفيه او الشتويه الخفيفه، لان خلاص قيم درجات الحراره تظل منخفضه خلال فترات دي، تجنبا بس الازمات البرد، بلاش ملابس تفصيل تماما ونتخلى عنها تماما ونرتدي ملابس خلفيه او شتويه. شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أشكرك شكرا جزيلا. طيب خلونا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. نبدأ بمحافظة القاهرة، العظمى فيها هتكون 26 والصغرى 18، أما العاصمة الإدارية الجديدة العظمى فيها هتكون 27 والصغرى 17، الإسكندرية العظمى فيها هتكون 26 درجة والصغرى 19 درجة، العلمين الجديدة 26 19، مطروح العظمى فيها هتكون 24 والصغرى هتكون 20، أما دمياط العظمى فيها هتكون 26 والصغرى 21، بورسعيد العظمى فيها هتكون 26 والصغرى 22، أما الإسماعيلية العظمى فيها هتكون 28 والصغرى هتكون 16، أما محافظة السويس العظمى فيها هتكون 28 والصغرى 17، العريش العظمى فيها هتكون 25 والصغرى 17، كاترين العظمى فيها هتكون 24 اما الصغرى هتكون 8، طابة العظمى فيها هتكون 25 والصغرى هتكون 16 درجة،
حلايب العظمى فيها هتكون 30 والصغرى 21، شلاتين برضو العظمى فيها هتكون 30 والصغرى 21، اما شرم الشيخ العظمى فيها هتكون 32 والصغرى 24، الغردقه العظمى فيها هتكون 32 والصغرى 21. اما محافظه الفيوم العظمى فيها 27 الصغرى 16، بني سويف 27 16، الوادي الجديد 28 16، اسيوط العظمى فيها هتكون 28 والصغرى 14، سوهاج العظمى فيها 29 والصغرى 15، قنا العظمى فيها 30 والصغرى 15، اما الاقصر العظمى فيها هتكون 31 الصغرى 16، اسوان العظمى فيها 32 والصغرى 17. كده مشاهدينا نكون خلصنا توقعات هيئه الارصاد الجويه. خلونا نرجع تاني لمصطفى ودينا لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، فاليكم صباح الفل عليك. شكرا ليك رجاء، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا مصطفى.